جميل جدا. ماي توك توداي ويل بي، بسم الله الرحمن الرحيم، ابدا. يعني congenital toe deformities. The common congenital toe deformities, you all have seen this. في حاجات رير جدا ممكن يكون كثير منكم ما شافوهاش. The commonest is the polydactyly, syndactyly, macrodactyly, hallux valgus و hallux varus, extremely rare, و curly toes طبعا quite common. When surgery is contemplated for anomalies of the toes, several factors must be considered, including ثلاث حاجات رئيسية: cosmesis, pain, and difficulty in shoe fitting. زي ما كل الزملاء قالوا قبل كده، أهم حاجة لأن القدم دي اللي بنمشي عليها وعليها الفورورد بيرنج بتاعنا، يجب أن تكون مريحة، يجب أن تكون شكلها سليم، يجب أن التصليح اللي تعمله يستطيع العيان أنه يلبس أو يرتدي حذاء ويمشي بيه. البوليداكتلي is by far the commonest deformity of the toes. Polydactyly occurs most commonly as an isolated trait. يعني isolated trait يعني هي بتيجي ممكن لوحدها، ماهوش anomalies ثانية. ولكن في بعض الأحيان but also may occur in established genetic syndromes. يبقى في syndrome وهو معاه polydactyly. Surgical reconstruction of polydactyly is indicated. ليه أنا هشتغل؟ To improve نفس الكلام shoe tolerance for cosmesis and for psychological reasons. يعني الولاد لما بيكبر ويخش المدرسه ويروح على البلاج او يقعد على الحمام السباحه ويمشي حافي قصاد الناس بتبقى رجليه باينه والبولينج او التنمر وانتم عارفين فتبقى حاجه مش حلوه وبنصلحهم. الـ incidence of polydactyly is approximately 2 cases per 1000 يعني في كل 500 طفل بيتولد في واحد عنده polydactyly. هاند بوليداكتلي، ليه بقول هاند دلوقتي؟ علشان الكلاسيفيكيشن بتاع الهاند هم اللي طبقوه بعد كده على الفوت بوليداكتلي. هاند بوليداكتلي is classified into three main categories: pre-axial وcentral وpost-axial. احط ايد كده pre-axial الثم يبقى duplicated وpost-axial الليتل او finger duplicated والثلاثه اللي في النص سموهم central. Classification of the foot. جه بقى البري اكزيال اللي هو مع البيك تو، فقال لك احنا ما دام تحت في الرجل نسميه تيبيال، واللي على اللاترال سايد الليتل تو هنسميه ايه؟ فيبيولار، وفي النص نقول عليهم سنترال. ودي شويه رسومات توريكم ازاي الميتا تارسل ممكن هي يحصل لها البوينتر مش شغال يا شباب اهو. الميتا تارسل ممكن تبقى هي واحده وشايله صباعين، وممكن تنقسم تبقى في شيب، تبقى واي شيب وشايله صباعين. ودي امثله من الاكس راي تقدر تشوفها، ده ست صوابع عاديين باثنين ميتاتارسلز، صباعين وان ميتاتارسل، ميتاتارسل واي شيب، ميتاتارسل في الاخر في شيب. ودي البري اكزيال تو بيج توز از يو كان سي. سيرجيكال تريتمنت اوف بوليداكتلي از امبيوتيشن. Extra toe should be amputated, but the question which toe you are going to amputate, as I'm going to show you. Preoperative radiographs should be obtained to detect any extra metatarsal articulation with the digit which should be amputated as well. يعني ال incision rocket shape هتلاقي مرسوم مكتوب في كل حته، تعمل rocket تيجي على الدورسم of the foot وفوق المتاتارسال اللي انت هتشيلها بالظبط longitudinal incision، بعدين تعمله واي شيب وتنزل من تحت وتلف زي مضرب الراكت بالظبط، وده من تحت الانسيجن ترانسفيرس تحت وفوق يبقى مضرب راكت. لو عملت لاترال الليتل تو لازم تيجي خليه يعني دورزل مور اور ليس انسيجن لوكتيونال انسيجن دورزل، ما تعملوش على دايره على اللاترال بوردر، لان لو عمل بينفول سكار ات ويل بي كوايت بينفول وذ ذا شو وير. ودي رسومات امثله بنشوفها في الكتب. From the dorsal incision go directly to the bony structure زي ما شرحت قبل كده. وبعدين اهم حاجه لما تيجي تشيل صباع، وده شفنا في الحياه الحاجات الكومبليكيشنز دي، ممكن وانت بتشيل الاكسترا ديجيت يو مايت انجر ذا بلاد سبلاي تو ذا تو ذات يو ار جوينج تو ليف، اللي هتسيبه
ودي تبقى كاتاستروفي وممكن تحصل جانجرين. وي هاف سين ذيس. زي ما في الرسم مبين لك مثلا ادي واحد زياده يخش حد يقول لك ايه انا هشيل الصباع ده واكشوالي الاكس راي بتبين ان ذير از ميتاتارسال ويتش وود بي اكسايز از ويل. However, good the technical skills, careful evaluation, and the clinical on the clinical appearance of X-ray should be done. وفي مثل بيقول measure twice, cut once. ده في أي حاجة في العظم. Measure twice, cut once. قبل الديسيجن بتاعك لأنك أنت هتقطع مرة واحدة بس. عمليتك اللي أنت هتتراجع فيها في جراحة العظام. فلازم تبقى أنت بالظبط عامل decision making بتاعك لأن جراحة العظام is the decision making surgery. ودي الديفورميتي الثانيه السيندكتلي في الحقيقه it does not interfere with the function in most cases ولكن قد يجي والاكثر بنات علشان خاطر يفتحوا هذا الصباع في العمليات. لما تيجي تعمل العمليه دي لو عملتها should have the experience of course you should have seen many with somebody who has the experience. لو عملتها بدري قوي اللي انت عملته وفتحته والطفل بيكبر هيطلع فوق وهترجع الديفورميتي تاني. لذلك السيركمويندد تعملها بعد الايدج اوف 18 مانس او اكبر من كده. والفيموس مالتيبل زد بلاستيز بتعملها وتفتح الصباعين وترجع السكين وبعدين لما تيجي ترجع مش هيلموا بالكامل لا يمكن ان الجلد يكفي. But in young children don't worry just خد apex sutures وسيب الباقي وغطي بسوفراتول لان احنا عارفين ان this healthy granulation tissue will be covered by what's known by slow creeping epithelialization. من فضل الله علينا الابيثيليوم من النير باي سكين will slowly creep we meet each other ويغطي لك بنيو سكين تماما. لو احتجت الجرافت بنفس الرجل بتاخد very thin graft من just at the sinus tarsi laterally او في ناس بتحب تفتح فوق الانجنال لاين لان الاريا دي طريه وفيري فورجيفنج والجلد يسمح بهذا. وده الانسيجن زي ما قلنا دي حاله كانت عندنا في المعهد جات لي 4 years old child وزي ما شايفين دي ايه بولي اكزيال بري اكزيال سيندكتلي بولي داكتلي سيندكتلي which is بتبقى اصعب من سيندكتلي لوحده او بولي داكتلي لوحده. بولي داكتلي سيندكتلي بري اكزيال اند دلوقتي في الاسسمنت لازم تشوف وظيفه الصباعين. في الحقيقه في الاسسمنت بتاع البنت دي بمسك صباع بسيبها اتحرك الثاني ولقيتني صباعي كلها فبيبقى في لو في اكتف فليكشن يبقى الفليكسورز شغالين وانا مثبت الصباع الاولاني واحد فيهم يعمل اعمل اكستنشن بتعمل يبقى شغال ثم اثبت الثاني واعيد الاكزامينشن يبقى افتر ان انا ارتحت ان هو الصباعين شغالين فليكشن اكستنشن وجود بلاد سبلاي طبعا وجود فاسكولار ريتيرن بنعمل اكس راي. في الاكس راي انا كنت محتار طب اشيل الميديال ولا اللاترال ولكن لما كانت البروكسيمال فالانكس هي الاطول على الاوتر تو فيهم فوي ديسايدد تو اكسايز الميديال 1. الانسيجن بلان اللي عملناه اللي عملته ان هاجي من فوق و لونجتيودنال انسيجن طويل شويه ومن تحت بسيب سكين فلاب زي ما انت شايف في البلانتر سيرفيس في الفلاب دي بتتساب لان البلانتر سكين اقوى جدا طبعا من الدورزال سكين وهتغطي لي بارت اوف ذا ميديال اسبيكت ويتش فيسز ذا شو وير. دي العمليه بعد ما اتعملت ولو خدت بالك يبقى السكين تقريبا بالظبط نفس الرسمه اللي اتعملت. في العمليه خدت الاب دكتور هالوسز جنتلي اند كيرفولي وري اتاتشت تو ذا بيس اوف ذا بروكسيمال فالانكس في الصباع اللي احنا سيبناه وخدت الاكستنسور تندون اللي شغال في الامبيوتيتد وري اتاتشت تو ذا اكستنسور بتاع الصباع اللي سيبناه وخدت الفليكسورز وري اتاتشت الفليكسورز بتاع نفس الصباع وقفلنا اتس وان كات وان كلوجر زي ما انت شايف. This operation took 2 hours يعني double the time that I take in a total hip replacement.
ادي البنت يمكن 1 year after active flexion زي ما انت شايف active extension she can do tiptoeing cosmetically I think it's quite acceptable and this is less than 1 year x-ray. In conclusion, polydactyly and syndactyly are common foot anomalies in children. We treat poly to have comfortable footwear for cosmesis and to avoid psychological problems. Syndactyly may not affect the foot function, بس بتعملها لو في مشاكل. There should be a proper indication for surgery and the proper pre-plan. Measure twice, cut once. Congenital curly toes, we have all seen. This is a very simple problem and operation. خمس الحالات يا جماعة بيتحسن. فانت جنتلي بتقول للأم افرده كل يوم تاخد بالها يمكن 500 يتحسن. لو ما تحسنش وكان في بروبلم وهو ماشي وفي ارتداء الحذاء هنعمل له عملية. العملية بتاعتها سهلة جدا وكنا بنعمل كتير منهم في كوين ميريز في جنوب لندن كانت أكبر مستشفى أطفال في العالم في يوم من الأيام. وبنعمل لهم بنيجي على الفليكسور سمول ترانسفيرس انسيجن من تحت تيك كير نوت تو انجر النيورو باسكولار باندل وتجيب الفليكسور ديجيتورم لونجس وبريبس وتقطعهم هتفرد هتلاقي الصباع اتفرد معاك تماما وصفره تول والغالبيه العظمى بتبقى مرتاحه وجميله. الكونجينيتال هالوكس فيروس از ا رير ايديوباثيك كونديشن caused by a firm band like abductor hallucis muscle. The abductor hallucis في الولاد دوت بيبقى very firm band وتفضل شد الصباع هي ما بتطولش هو لما رجله بتكبر شد الصباع ميديالي توديه في فيروس up to 90 degrees. فسيمبلي العمليه هتعمل ايه؟ انت هتقطع الابدكتور دايت تشيلها وتكوركت السكين دي عمليه مشهوره اسمها فارمر وبعض الزملاء الاعزاء هنا بيعملوا هذه العملية وبتاخد سكين فلاب زي ما انت شايف هنا اهو وتحطها تغطي بيها الحتة ديت لانك انت لما تعدل الصباع هتبقى في اريا اكسبوزد. الكونجينيتال هالوكس فالجاس كونجينيتال بقول على كونجينيتال مش ديفلوبمنتال يعني مولود بيها او متشخصه انترايوتراين السونوغرافي. This is an extremely rare condition and if diagnosed bilaterally at birth our child intrauterine most likely these children have fibrodysplasia ossificans progressive. This is a progressive a very bad anomaly that the soft tissues whether muscles tendons whatsoever they ossify they form bone. I don't know whether you've seen cases like this, but this is extremely rare. And this is, however, some people reported some cases as you see from the X-ray that improved after more than a year, but usually a very difficult condition. El macrodactyly, I believe you've seen this. Congenital abnormality large toe, cosmetically unacceptable, should be handled surgically or by the plastic surgeons or the orthopedic surgeons يعني interested in this subject. المسج اللي عايز اقولها لك وتكهم don't mess with these cases. دي قدم بيمشي عليها وبيلبس بيها جزمة ويبان بيها قصاد الناس. ما يغرقش العيان اللي جاي لك ببولي او سين او بي 2 او واتس ايفر وتقول انا هروح اقرا الكتاب واصلح دي ما ينفعش. فلازم تكون دخلت قبل كده كتير مع ناس بتصلح هذه الحالات وتعلمت كويس منهم. You have your own experience and then you can do this alone. Thank you very much.